ولذلك نعيد ونكرر، ليست مشكلتنا بقلة المعلومات، وإنما مشكلتنا في التطبيق. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأخذت معلومات وحفظت شوي من القرآن وعم تاخذ دروس دينية، وما شاء الله ناشئ من أنت وصغير عم تسمع محاضرات ودروس وخطب، التطبيق وين؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ولذلك لسنا بحاجة إلى كثير من الآثار. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يعلمه الدين، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة من قصار السور، حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هالأيتين بس. فقال الأعرابي: يكفيني من الدين هذا، هاي جامعة لكل شيء بالدين، كل شيء خير ولا شر إن شاء الله مقدار ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: يكفيني من الدين هذا وسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل، صار فقيه إذا طب بس هالأيتين، مش حافظ.